فصيل ينضم معنا الزميل أرشد الحاكم من ساحة التحرير. بداية مرحبا بك. يعني أرشد، ما الجديد لديك في ساحتي التحرير والخلاني؟ تفضل. نعم، الهدوء هو في ساحة التحرير والخلاني، لكن ساحة الوثبة ربما حتى هذه اللحظة تشهد احتكاك وتصانب بين القوات الأمنية والمتظاهرين. بحسب الإحصائية يعني من المفارز الطبية التي حصلنا عليها حتى هذه الحالة، ما يقارب 40 إصابة اختناق نتيجة الاستخدام الغازات المسيلة للدموع بين صفوف المتظاهرين، وما زالت حتى هذه اللحظة المفارز الطبية تستقبل المصابين وأيضا تقوم بإجراء الإسعافات الأولية للمصابين نتيجة للاختناقات. حتى هذه اللحظة في الخلاني وفي التحرير الهدوء ربما يخيم على هذا المكان، ما زال المعتصمين والمتظاهرين متواجدين وما زالت ذات المطالب تتكرر في هذه الأماكن. يعني للحديث أكثر عن تفاصيل مطالب المتظاهرين معي أحد المتظاهرين، يا ريت تكلمنا عن أبرز مطالبكم حتى هذه اللحظة. مطالب المتظاهرين بالدرجة الأساسية، قالت حكومة القناصين لأن شاركت بقتل هاي المتظاهرين أكثر من 500 متظاهر وما يقارب 14,000 جريح. تعديل الدستور، تعديل قانون الانتخابات، التصويت عليه من قبل البرلمان العراقي، وبعدين البرلمان يقيل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة بإشراف عمومي. هاي أبسط المطالب، يعني هاي الواضحة. موقف من موضوع موقف الثاني اللي أنا أرد أعلق عليه هو موضوع عزة الشابندر. أرد أقول شنو هذا النكرة مقابل الشعب العراقي اللي طلع ساعات التظاهر بيوم 11 وانقطعت بعدين بسبب الزيارة الأربعينية، ومن يوم 25 عالم معتصمة. منو هذا النكرة حتى يقدم نفسه يوصف المتظاهرين بأبشع الأوصاف؟ أنا ما أعرف شنو مشكلة الحكومة العراقية وخصوصا الأحزاب الإسلامية ومشكلة الطعن بالعرض والشرف. اليوم أنا أقدر أدخلك للمطعم التركي، تقدر تشوف كل ساعات التظاهر إذا لقيت بها حالة تحرش وحدة، حالة تحرش وحدة. العراقيين قدموا نموذج للتظاهرات يعني فاق التوقعات كلها. هاي التظاهرات لو صارت بأوروبا لو بأمريكا لو بأي مكان راح أشوف بيها كل شيء. لليوم ماكو حالة تحرش وحدة. اليوم تقدر هسه إذا تصور تشوف البنات، شوف النساء وأمهاتنا وأخواتنا موجودات، وحتى يباتن ويانا. بس أرد أقول منه هذا النكرة حتى يقدم نفسه. شخص جابت المحاصصة الطائفية وسلمتها سدد حكم، لا يحمل شهادة جامعية، لا يحمل أي شيء. ما اعرف يعني شنو اعلق عليه. انا اشوف انه نتجاوز افضل. يعني هذا منو قدام الشعب العراقي؟ شكرا جزيلا حبيبي. شكرا جزيلا. يعني الى يعني يا ريت تعطيني قليل من الوقت، يعني الى جانب موضوع ما يحدث في ساحه التحرير وما يحدث في الخلاني، هنالك جانب اخر ربما الان نتواجد في نفق التحرير. في هذا المكان هنا يجسد موضوع او تجسد ذكريات الشهداء. هنا في هذا المكان يجلس عدد من ذوي الشهداء ويستذكرون ذويهم. هنا توضع صور الشهداء، هنا توضع ذكريات الشهداء. ربما في الايام الماضيه او الايام في هكذا ايام من العام او ولت العام او يعني في هكذا ايام عاده ما يحتفل العراقيين ويستعدون للاحتفالات براس السنه، لكن الان ربما الوضع اختلف تماما. يعني هنا من خلفي بالتحديد هي شجرة الميلاد، لكن هي الشجرة للشهداء وضعت عليها صور الشهداء. ربما السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك مسؤول عن هذا هاي الشجرة؟ اي نعم. شنو الفكرة، شنو الغاية من هذا الموضوع؟ يعني معتاد كل سنة انه العالم كله يحتفل بدخال عام جديد، فاليوم ردنا انه احنا نحتفل بشهدائنا لكن بطريقة مختلفة. اليوم ردنا نوصل رسالة انه بدماء هاي الشهداء احنا باقين، بدماءهم احنا نحتفل، بدماءهم تحرير باقية، بدماء اللي قدموها اليوم العراق راح يحقق هذا الانتصار. فأكيد كل اللي نقدمه لهم قليل. فهذه الشجرة هي عبارة عن رمز، اليوم غيرناها من شجرة فرح إلى شجرة لذكرى لتعبين الشهداء. يعني هذه الشجرة هي واحدة من النماذج اللي موجودة في نفق التحرير. أيضا هنا يجلس بعض الشباب ربما يستذكرون الشهداء وأيضا يتلون القرآن على أرواح الشهداء. كل ذكريات الشهداء، كل صور الشهداء، كل ممتلكات الشهداء توضع في هذا المكان. أيضا يعني هذا هو يعني ربما الجانب الآخر من ما موجود في نفق التحرير على يميني بالتحديد، يعني على
جدار نفق التحرير، يعني زميلنا المصور ياخذنا على يميني بالتحديد على جدار، على هذا الجدار وضعت أسماء الشهداء جميعا، يعني هذه أسماء الشهداء الذين سقطوا على جسر الجمهورية وجسر التحرير وأيضا في ساحة الخلاني، وربما الجدار امتلأ بأسماء الشهداء، لم يتبقى إلا ربما أماكن قليلة. يعني هنا توثق كل ما حدثت من عمليات، من عمليات قتل ومن الجرحى ومن إصابات ومن شهداء، كلها توثق في نفق التحرير وكلها يعني تبقى ذكرى خالدة كما يقول المعتصمون هنا في ساحة التحرير. نعم الزميل أرشد الحاكم من ساحة التحرير كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.